حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة. في البداية على صور الغيوم لهذا المساء، بنلاحظ وجود كميات متفرقة من الغيوم تغطي المناطق الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وهذه الغيوم في جزء منها أو بعض الخلايا تسبب سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في جنوب غرب المملكة، وأيضا هناك بعض السحب الموجودة في المناطق الشمالية من المملكة، وأيضا هناك نشاط في سرعة الرياح خاصة في المناطق الشمالية تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية. المناطق التي ستتعرض لهطول في المملكة هي المناطق الجنوبية الغربية وأيضا بعض المناطق الغربية من المملكة، الطائف وأبها وجازان وأيضا جنوب مكة ومعظم هذه المناطق الغربية وأيضا بعض المناطق الشمالية والشرقية لاحقا. الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة: يوم السبت بشكل عام أجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والجنوبية الغربية مع سقوط زخات متفرقة من المطر، أما في الرياض الأجواء معتدلة من حيث درجة الحرارة، أجواء غائمة جزئيا، في فرصة لسقوط أو احتمال لسقوط بعض الزخات المتفرقة من المطر أحيانا، العظمى بحدود 25 درجة مئوية، والأجواء أثناء الليل باردة نسبيا وغائمة جزئيا، والحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 9 درجات مئوية. يومي الأحد والاثنين انخفاض على درجات الحرارة، تنخفض العظمى في الرياض من 25 يومي الأحد والاثنين إلى 19 درجة، الأجواء ما بين مشمسة مع ما إلى غائمة جزئيا، تظهر بعض السحب المتوسطة والعالية، وأيضا أثناء الليل درجات الحرارة بتكون متدنية قليلا والأجواء باردة نسبيا، الصغرى يوم الأحد 7 درجات والصغرى يوم الاثنين 9 درجات مئوية. إذا ملخص الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة العربية السعودية خلال الثلاثة أيام القادمة: استمرار فرص الأمطار خاصة في جنوب وجنوب غرب المملكة وبعض المناطق الشمالية والشرقية من المملكة، لكن الطقس مستقر في عموم أو معظم مناطق المملكة بإذن الله، وهناك انخفاض قليل على درجات الحرارة ورياح نشطة في شمال وشرق المملكة. أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية، من طقس العرب لكم تحية وإلى اللقاء.